تشوف معي البراكتس راح تكون فيها شوية ممكن بوتات ولعيبة تلعب ضدهم. طبعا زي ما كنا نحكي هاي الماب هذا حجمها. في عندك اللي هو زي ما انت شايف هاي الباونتي الريكون سكافنجر، هدول هم الكونتراكتس اللي كنا نحكي عنهم، انواع السيارات اللي انت ممكن تستخدمها من هليكوبتر او سيارات مختلفة. وهذا السكواد هو انت او المجموعة والقائد، واللود اوت دروب اللي هي ممكن تسميها زي الدروب اللي هو الدروب اللي بيصير في ببجي مثلا. طبعاً تنزل زي هيك نجهز معك شو تاخد سلاح. طبعاً في صناديق تاخد منهم اللوت زي أبيكس تقريباً. هلا بنشوفهم. Cash can be used at buy stations to buy kill streaks and other special items. Reloading. Reloading. طبعا لما تسوق سيارة الأصوات تكون واضح. هاي الصندوق زي هيك. شيت. بدنا ارمر. تروح بتدور على الارمر زي هيك تاخده. تكبس اربعة بتحط ارمر. هاي سلاح ليجندري وهاي ديبلويبل كفر. تقدر تلاقي اللي هم الفيلد ابجريدز. الشباب اللي ما بيعرف اللعبة او ما كان يلعبها من قبل، الفيلد ابجريدز هم عبارة عن شغلات تقدر تحطها في الجيم غير اسلحتك بتساعدك، زي هلا اللي انا الدرع اللي معي بكبس اكس وبقدر استخدمه. في ناس كانوا هون. صار وراي. لو أمو. هذا مش بوت. بدي طلق. عن جد روح كده بجحك. بطل في اي انواع من انواع الطلق. نروح ندور. دور على اي شيء. اي هذا
تقدر تستخدمهم هدول زي هيك. حط كفر، بس طبعا تقدر تحط اثنين بنفس الوقت. ضايل سبعة غيري. ارمور بليت، نركب الارمور، نكبس اربعة بسرعة. كنت بحط الارمور. طبعا لما تسمع هذا الصوت معناته في صندوق حوالينا، فوقك جنبك اي مكان. تروفي سيستم هي سيستم عشان تمنع انه حدا يزت عليك قنابل. كم ضايل؟ ضايل ستة غيري. وين ضل؟ أرمور بليت. أيوه. ضايل واحد. هذول من الناس رجعوا عاشوا بالجولاج، هيك بتكون خلصت. وصلك اكستراكشن. اتمنى يكون انه هذا الفيديو عجبكم وكم تكونوا تقدروا تستفيدوا منه للالعاب الباتل رويال تبعتكم الجاي. الى اللقاء.